احنا اللي اثرت علينا هو الغيابات المتتاليه في التدريبات نظرا لمشاكل اداريه تاع الفريق، وحضرنا في الحقيقه هذه الاسبوعين وكانت النتيجه الايجابيه اللي درناها الخطر اللي فات. كنا على بالنا بلي جي اس ام بي فريق كما يقول لك بليسي، ما لا رياكسيون كنا نستناو بلي تكون كبيره. بصح انا نقول لك صراحه تفاجات، لان كنا قادرين نكملوا قلت لك بنتيجه تاع 1-1 تعادل، نقدروا حتى 2-2. الحمد لله دبور لا فيكتوار نتاع اليوم. لي جوار نتاعنا يعني ثبتوا باللي حابين يثبتوا اليوم باللي الخساره اللي فاتت سي ان اكسيدون دو باركور. الحمد لله ثبتوا اليوم العزيمه نتاعهم لي 3 بوان ليسونسييل سي لي 3 بوان. الحمد لله امنا جوسكا لا دينيير مينوت، ربي ما خيبناش، كوريجينا لي زيرو اللي درناهم مع الاربعه باش ما نزيدوش نطيحوا فيهم. الحمد لله ربي ما فيه غير الخير.